إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. وفي أحد محافظات الصعيد، صعيد مصر، في منزل كبير عائلة العاصي تقعد في أوضتها بتبكي بحرقة بعد ما افتكرت الكلام اللي سمعته من مرات عمها، وفي نفس الوقت والدة زوجها افتكرت كل كلمة قالتها لها منذ ساعات قليلة. كانت قاعدة الحاجة كريمة والدة زوجها في المنظرة اللي بتطلع على الجنينة، وهنا قالت لها تعالي يا بنتي اقعدي قدامي. قعدت نبيلة قدام الحاجة كريمة وقالت لها ايوه يا امي، انت قلتيلي انك رايداني في موضوع مهم. بصي يا بنتي انت خابرة منيح اني هحبك كيف بدور وسهى ولا عاه. ايوه يا امي عارفة، وانا كمان يعلم ربنا اني بحبك كيف امي تماما. ربنا يبارك فيكي يا بنتي، سهلت علي الموضوع اللي رايداكي اتحدد فيه معاكي. خير يا امي، انا عملت حاجه ضايقتك؟ لا يا بنتي، بس انا عاوزه احددك في موضوع جواز سليم. انت عارفه يا بنتي ان ولدي الوحيد وما حقدرش اقعد كتير من غير ما اشوف له حته عين وافرح بخلفته قدامي. اتكلمت نبيله بكل حزن وقالت انا كلمته كتير يا امي، والله هو اللي ما وافقش. خلي سليم علي، انا حقنعه انه لازم يتجوز. ويا بنايتي انت برضو هتفضلي مراته، انت عارف اني هحبك كيف بناتي واكتر. ربنا يخليكي ليا يا امي. ما تزعليش مني يا بنايتي، انا نفسي افرح بولاده، ربنا ما رزقناش غير بيه واخواته البنات، وانت خابرة زين الولد لأهله وبيت ابوه. عارفة يا امي. وفي اللحظة دي قاطع كلامهم دخول سليم عليهم، وهو بكبر راس والدته وبقول انت هنا وانا قالب الدنيا عليكي برا، ربنا يرضى عليك يا قلب امك. وفي اللحظه دي وقفت نبيله وهي بتحاول تبتسم ابتسامه مصطنعه وقالت انا هقوم احضر لك الواكل، هتلاقيك جعان. بص لها سليم وحس بحزنها وقال مالك يا نبيله، فيكي حاجة؟ لا أنا بخير، هقوم أحضر لك الوكل. وتركتهم نبيلة وذهبت المطبخ، حضرت الأكل واتغدوا وطلعت على أوضتها لوحدها وقعدت تعيط. قطع شرودها دخول سليم الأوضة، مسحت دموعها وابتسمت ابتسامة مصطنعة، وهنا هو بصلها وقال لها مالك كده طالعة ليه وقاعدة لحالك ليه؟ معلش أصلاً حسيت حالي بعافية شوي فقلت ارتاح شوي. قعد سليم جنب نبيلة وحط ايده على كتفها وقال لها نبيلة أمي حدثتك في موضوع الزواج دي تاني؟ لا ومين قالك دي؟ أنا حسيت حالي تعبان. بصلها وبص لعينيها وخلى عينيها مقابل عينيه وقال لها عينيكي فيها كده. وهنا امتلأت عينين نبيل بالدموع وحطت راسها وقالت له هي عندها حق، اني ما هخلفش، ليه قاعدك دي وحارم نفسك من الخلف؟ وبصت له مرة تانية لعينيه وقالت له بحب اني مش انانية يا سليم، انت عاوز تشوف ولادك ويلعبوا قدامك. يا هبلة، العيال دول رزق من ربنا، ربنا مديني حاجات كتير اسيبها اني واقعد افكر في العيال؟ العيال اغلى من اي حاجة يا سليم، واي راجل بيتمنى يشوف عياله ويلعب معاه، واحنا صعايدة وانت وحيد اهلك ولازم يفرحوا بعيالك يا سليم. وربنا ما عايزش، خلاص نحمده ونشكره على نعمته. مش ربنا اللي معايش، انت اللي مش عايز تسمع الكلام وتتزوج وربنا يكرمك بحتة عين تفرح بيه. انت هتوجع دماغي ليه؟ انا فرحانك دي، ربنا كريمني بست اصيلة وبنت اصول، ادور على غيرها ليه؟
علشان تخلف يا سليم. أباي عليكي، أمي أكلت لك عقلك خلاص، اتزوج اتزوج اتزوج، كل اللي يشوفني يقول لي أنت لازم تتزوج. ريحي روحك أنت وهي، أنا مرتاح كدي. يا سلي اسمعني بس، معيش أسمع منيك حاجة، أنا رايح أشوف شغلي. خرج سليم وهو متضايق وساب المنزل كله. أما هي انفجرت في البكاء مرة تانية وافتكرت الليلة اللي تقدم لها فيها سليم واتخطبوا البعض، وكانت أسعد ليلة في حياتها. وكانوا قاعدين الكل في غرفة الضيوف بيشربوا الشربات اللي بدل على الفرح وسط الزغاريد وبركات الكل. وهنا قالت نعم والدة نبيلة بكل فرحة وسعادة، مبروك يا سليم يا ولدي، مبروك يا نبيلة، عقبال الليلة الكبيرة يا حبايبي. مبروك يا ولاد، ربنا يتمم ليكم على خير. رد الكل على عثمان والد نبيل وقال امين. وهنا قالت نعم والدة نبيل، والليلة الكبيرة امتى؟ عاوزين نفرح بيهم، احنا اهل مش لسه هنتعارف. صوح عندك حاجة، نكتب الكتاب والدخلة على اول الشهر. ده قريب قوي يا حاج، لسه ما عملناش حاجة. ينزلوا الباندر بكرة يشتروا كل اللي يلزمهم، ولا ايه رايك يا عثمان يا خويا؟ اللي تشوفه يا ولد ابوي، سليم ابنك ونبيلة بنايتك. يبقى على خيرة الله، والفرح يبقى اول الشهر. واطلقت الصغري بين كريمة ونعمة، والكل كان فرحان. وفاقت نبيلة من شرودها على صوت الباب بخب، مسحت دموعها وقالت خش يا اللي بتخبط. ودخلت بدور الأوضة وقعدت جنبها على الكنبة اللي قدام السرير وقالت لها مالك يا بنت عمي، قاعدة لحالك كده؟ حسيت اني بعافية شوية بدور وقلت اطلع ارتاح. بعافية برضو ولا حديد امي هو اللي مضايقك؟ أمك ست طيبة، هتعمل لي إيه يهاني؟ طيبة؟ عاوزة أجوز جوزك وتقول عليها طيبة؟ أيوة حقيها، يعني عاوزة يقعد كدي من غير عيل ولا تايل، علشان أنا ما بخلفش، صرف كتير وعملنا عمليات كتير، وشوف الحال زي ما هو، لازم يشوف حاله ويفرح قلب أمه بحيث تتعايل يشيل اسمه. امر غريب يا بنت عمي، اول مرة اشوف واحدة توافق على جواز جوزها. اعمل ايه يا بدور؟ بس لو بايدي ازرعه في رحم زارع، بس ربنا ما يريدش. ما تبكيش يا حبيبتي، ربك كريم وبكرة يرضيكي. الحكيم قال اخر مرة بعد العملية مش هيقدروا يعملوا حاجة، مش هيقدروا، عملوا اللي عليهم، ما عادش قدامي غير غير ان سليم يتجوز. طب وسليم قال ايه؟ ما وافقش. بقول هو راضي بحاله كده؟ خلاص واحد وراضي عايزين تجوزوه بالغصب ليه؟ ما ينفعش يا بنت عم، ده راجل وحيد اهله ولازم يكون عنده عزوة وولاد. مش عارفة اقول لك ايه يا بنت عمي، بتدوري على تعبك بايديك. الكلام منيح وزين، بس الحقيقة دايما مرة ومش هتستحمليها يا بنت عمي. وسابتها بدور وخرج، ما كانتش عارفة تقول لها ايه. وفعلا نبيلة ما كانتش قادرة تتحمل الفكرة، بس هتعمل ايه؟ حبها لسليم هو اللي خليها تعمل كده، هي عايزة سليم يكون سعيد، بس عارفة ان هي ناقصه سعادته انه يكون عنده اطفال زي غيره، علشان كده مستعدة تضحي بسعادتها علشان سليم يكون سعيد. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا يا ترى نبيلة هتفضل صامتة كده وهتتحمل تشوف جوزها وحبيبها من الصغور بيتجوز ولا لا؟ طب تفتكروا معايا سليم هيوافق يتجوز على نبيلة بنت عمه وعشرة عمره ولا لا؟ مستنية رأيكم في التعليقات، واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.